مرحبا بكم جميعا في هذه الندوة من ندوات مركز الحوار الأسبوعي التي هي كل يوم جمعة على الساعة 3 بتوقيت الساحل الشرقي في أمريكا، ونحن الآن في بدء التوقيت الصيفي في أمريكا لمدة أسبوعين. أعتقد هذا الأسبوع والأسبوع القادم سيكون هناك فارق مع بعض بلدان المنطقة العربية. أرجو أخذه في عين الاعتبار في الندوات هذا الأسبوع وفي الأسبوع القادم إن شاء الله. موضوعنا اليوم يتعلق في داخل ما يحدث، يعني في داخل الإسرائيلي، داخل الكيان الإسرائيلي الآن. وربما السؤال المهم أنه هل ما يحدث في داخل إسرائيل والكيان الإسرائيلي هل هو أمر يهم العرب وقضاياهم؟ أنا في تقديري الإيجابي هي نعم حتما. لا ننسى أن إسرائيل هي في قلب ووسط المنطقة العربية جغرافيا، لا ننسى أن إسرائيل هي ومن ورائها من دول على مدار أكثر من 100 سنة ومنظمة صهيونية عالمية، هي في مقدمة الجهات المسؤولة عن صراعات عديدة تحدث طيلة القرن الماضي. وأعتقد فعلا أنه ما يحدث في داخل الكيان الإسرائيلي هو أيضا إلى حد ما أمر داخلي عربي أصبح معني فيه العديد من الشعوب والحكومات العربية. لكن السؤال الذي هو مطروح في ندوة اليوم أنه هل ما يحدث الآن من صراعات سياسية داخلية في إسرائيل هي مجرد صراعات عابرة، أم أنها بداية لتصدع في المجتمع الإسرائيلي كما هو البعض يعني وصل إلى هذا الاستنتاج حتى قبل مجيء حكومة نتنياهو؟ هل ما هو يحدث الآن يهدد بحرب أهلية على حد قول حتى رئيس الدولة الإسرائيلية منذ أيام قليلة؟ وأيضا السؤال الآخر المهم هو أنه هل سيختار نتنياهو الهروب من أزمته السياسية الداخلية بتصعيد عسكري بالمنطقة بشكل أو ما، يعني إن كان ذلك في لبنان أو في غزة أو مع إيران؟ هذه التساؤلات مهمة لنتعامل معها إن شاء الله في هذه الندوة. وأيضا بضيف عليها يعني هذا السؤال، إنه هل ستواصل حكومة نتنياهو المتطرفة عمليات القتل والإجرام شبه اليوم الذي يتكرر الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس فقط يعني طبعا تنفيذ لسياسة هذه الحكومة، لكن أيضا للمراهنة على تفجير عسكري واسع ممكن أن يحدث في المنطقة؟ هذه التساؤلات وغيرها إن شاء الله يعني نتعامل معها في هذه الندوة مع الكاتب والناشط الفلسطيني الأستاذ أمير مخول، موجود معنا الآن من حيفا، وهو سبق وكان معنا في إحدى ندوات مركز الحوار أونلاين. تعريف سريع أقوله عن الأستاذ أمير، هو من سكان حيفا، سبق أن اعتقل في أيار 2010 من قبل قوات الأمن والمخابرات الإسرائيلية، ووضع في السجن حوالي 9 سنوات بتهم سياسية مختلفة. وتاريخيا هو يساهم عام 95 في تأسيس حركة اتجاه اتحاد الجمعيات الأهلية العربية في الداخل الفلسطيني، وشغل منصب المدير العام حتى يوم اعتقاله لهذه المؤسسة. ومثل أيضا الاتحاد في المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة، وترأس لجنة الدفاع عن الحريات السياسية ضمن لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني. وهو أيضا شغل عضوية عدة يعني مؤسسات إلى طابع عالمي، يعني منها سكرتيرية المنتدى الاجتماعي العالمي المعروف باسم WSF، وعضو مؤسس في الإطار اليورو المتوسط للمنظمات الغير الحكومية، يضم حوالي 200 منظمة ضمن اتفاقية برشلونة. له بشكل شبه يومي يعني له مقالات، أشكره على أيضا إرساله للحوار، مقالات مهمة ترسل وتنشر في صحف ومجلات محلية فلسطينية وخارج فلسطين. أهلا فيك يا أستاذ أمير، والكلمة لك الآن، تفضل. شكرا كثير أستاذ صبحي، وشكرا للحوار، وشكرا للحضور الكرام. أحيانا هيك في زخم الأمور وتلاطم الأخبار يعني من ساعة إلى ساعة، أحيانا بيكون صعب الواحد من وين يبدأ. لكن سأبدأ من تصريحات أدلى بها في الأمس في الليلة السابقة نداف أرجمان، اللي هو كان رئيس السابق لجهاز الشباك لحد قبل شي عام تقريبا، وهو أول مقابلة صحفية معه في تاريخه يعني بالنسبة له كان يرفض. يتحدث نداف عن
أن إسرائيل اليوم أو إسرائيل لا يمكن أن ترجع لما كانت عليه في نوفمبر 2022، يعني قبل الانتخابات الأخيرة، وأن إسرائيل اليوم هي دولة ثانية وليس متأكداً أنها هي الدولة التي كانت، وأن هناك في خطر حقيقي في حال يعني تم تمرير التغييرات الدستورية، إنه تجد أن تتفكك الأجهزة الأمنية، هو يتحدث عن الشباك، عن الموساد، عن الجيش وعن الشرطة، ويتحدث إنه يعني إذا المحكمة العليا مثلا رفضت القانونية أو أقرت عدم قانونية هذه القوانين الجديدة أو التغييرات الجديدة التي هي قوانين أساس أو دستورية، عمليا ستجد هذه الأجهزة أنفسها منصاعة للقانون وليس للحاكم، أو كما أسماها للمملكة وليس للملك. وهذه التصريحات يعني تقريبا نادرة الحصول في مؤخرا، يعني يجري مثل هذه التصريحات، لكن من قبل شخصية من هذا النوع نادرة الحصول، وهو يرى أنه الإمكانية واردة جدا لهذا التفكك، لأنه هناك من سيرفض أنه هاي الناس اللي بتخدم في الجيش وفي المؤسسات هي طوعا ومعنية تخدم من منطلقات صهيونية، وهذه الناس إذا رأت أن هذه الدولة لم تعد تسير حسب القيم التي ولدوا عليها لن يخدموا فيها ولن يخدموها. وهذا التصريح بتصور اليوم أخذ حيز كبير في الإعلام، لكن وهو يأتي تتم للدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية من قوات النخبة، إلى دخول قوات النخب في الأسلحة المختلفة، في الطيران، في وحدة الأركان العامة وغيرها، إلى يعني مقدمة المظاهرات وفي صلب المواجهات. هذا دليل فقط إنه الشرق هو عمودي وأفقي عميق جدا أصبح في الحالة الإسرائيلية، وهو ليس مسألة ممكن يعني تنتهي إنه بعد يومين يتوافقوا مثلا وتنتهي الأمور بشكل يعني تعود إلى ما كانت عليه. هناك صعوبة أن تعود إلى ما كانت عليه، إنه روح الدولة فعلا تغيرت، حتى بمفهوم الصهيوني تغيرت، يعني كفلسطينيين نشعر فيها، لكن أيضا الإسرائيليين بدأوا يشعروا فيها، وخاصة التيار ما يسمى التيار العلماني أو الليبرالي الواسع، الذي هو يعتبر نفسه أنه يقوم بالواجب في الدفاع عن الدولة، في حمايته وما إلى ذلك. فالانقسام هذا ليس يعني شكليا بتاتا، ولا يمكن الحديث عنه بشكل شكلي. هناك انشطار في المجتمع الإسرائيلي، هناك انقسام يعني حاد جدا، لحد الآن لم يحصل إنه المنظومات انقسمت بشكل جدي، لكن في طور الانقسام، لأنه هناك من يسعى أيضا إلى ذلك، وليس المظاهرات أقصد، وإنما تيار الصهيونية الدينية الذي يريد أن ليس فقط أن يكون يعني جزءا من الحكم، وإنما يريد أن يحكم هذه الدولة ويحولها إلى دولة شريعة، ولديه يعني عقيدة، ولديه مرجعياته الدينية ومرجعياته على مستوى الفتوى من الراب لأور دوف لأور، الذي يعتبر الذي كان في حينه في سنوات 80 واحدا من أعضاء التنظيم الإرهابي اليهودي للحكم، وباتهم أصحاب النظرية الحاكمة اليوم في إسرائيل وأصحاب السلطة، وهم عمليا يحددون جدول أعمال إسرائيل الفعلي. ظاهرة الأخرى التي يمكن نحكي عليها بعد شوية توسع أكثر، الأخرى إنه عمليا الرأي العام الإسرائيلي دخل في حالة غير مألوفة. يعني قبل يومين كانت عملية في مجدو، هاي التفجير مثلا عبوي ناسفي، بيقولوا إن أجوا من لبنان، وفي عليه الاكتناف الغموض لازال، وهناك رأي نفي من اليونيفيل إنه أجوا من لبنان أو إذا الشاب، لكن الرأي العام الإسرائيلي ما انشغل فيها. الأسبوع الماضي كانت عملية في تل أبيب، اللي كانت شغلات تشغل كل الرأي العام الإسرائيلي في ليلة المظاهرات يوم السبت الفائت،
ولم ينشغل بها الرأي العام وتواصلت المظاهرات. عادة في التوترات الأمنية هناك نوع من التراجع أو تفضيل للجانب الأمني، لكن في هناك انشطار أو يعني انكسار فيما يسمى الجامع الإسرائيلي الداخلي، في الجامع القومي، الجامع الصهيوني، الجامع اللي بيبني وحدة يعني، أو سموها فكرة الصهر، تتراجع وتتآكل وتنكسر بشكل فعلي، مش ليس يعني مش يعني إنه فقط من مستوى الشعارات. هناك كان مثلا تحذيرات كثيرة تعلو في موضوع الاقتتال الداخلي، وحتى من يصل إلى الحرب الأهلية. أنا أستبعد شخصيا الحرب الأهلية، لا أستهين بالآراء التي تتحدث عنها، لكن لا أرى أن المنظومة الإسرائيلية ممكن أن تتفكك بهذا الشكل، لأنه هذا نهاية الدولة تكون، وليس مستعدين لذلك في نهاية المطاف. هناك الدولة العميقة التي تريد أن تحمي نفسها مهما كان، لأنه هذا مشروع ليس فقط إسرائيلي، وإنما مشروع إمبريالي ومشروع أمريكي ومشروع دولي، فهذا أبعد من أنه يعني يسلم فيه بهذا الشكل. فيما يسمى الانقلاب القضائي أو الدستوري، هناك عدة مشارب وهناك عدة أهداف، هو ليس هدفاً بحد ذاته، هو أداة، هو الوسيلة. هناك من يرى به مثلا الصهيونية الدينية إنه هذا يتيح لها أن تمرر قوانينها بشأن الضم، بشأن قوننات المستوطنات غير أو البؤر الاستيطانية ما يسمى، يتيح لبن كفير، هذا سموتريش الأول، يتيح لبن كفير التطهير العرقي في مناطق 48 وتشغيل الميليشيات والحرس القومي الذي يقيمه وكل الأدوات هي اللي جديدة على الساحة، مع أنها ليست من ابتكار بن كفير وإنما قرارات دولي بعد هبة الكرامة في 2021 بعد سيف القدس وهبة الكرامة في الداخل. وهناك عند نتنياهو هدف حماية نفسه أكثر يمكن من أي شيء آخر، وحماية يعني تخليص نفسه من الجانب القضائي أو الملفات القضائية. عند المتدينين الحريديم يريدون ذلك لإلغاء دور المحكمة العليا في فرض التجنيد العسكري عليهم، الحريديم أقصد الغربيين الأشكناز أو ما يسمى اليوم أجودات إسرائيل أو يهودها التوراة، يهود التوراة. وعند شاس طبعا لتخليص أري ذرعي من الحكم. طبعا يضاف إلى ذلك الاحتقان القائم الإسرائيلي الذي بلغ حدودا غير مألوف في تاريخ هذا البلد. هناك من يشبهها في يعني إنه هذا الوضع أصعب مما الوضع الذي اجتاح المجتمع الإسرائيلي بعد حرب 73 بهذا المستوى. الحديث عن قادة عسكريين طبعا وقادة أمنيين من الطراز الأول. هناك اختلاف في تشخيص نتنياهو. هناك من يرى به مثلا نداف أرجمان في الأمس رئيس الشبك السابق أنه هو يتحكم بكل الأمور وهو يريد هذه الأمور أن تصير بهذا الشكل. الرأي الأوسع انتشارا هو أن نتنياهو فقد السيطرة، هو أراد أن يأتي بهذه يعني الأجندة إلى مكان معين لكنه فقد السيطرة، فقد السيطرة. وأحد تجليات ذلك، وهذا يرتبط أيضا بالبعد الإقليمي، أن نتنياهو أتى في هذه الحكومة من أجل عدة أهداف، ومنها أهم ملف كان عنده الملف الإيراني والملف السعودي كلهم على انفراد. الملف الإيراني في تسديد ضربة لإيران ومنع المشروع النووي ضربه وإقامة حلف عربي وقيادة أركان إقليمية وما إلى ذلك، والملف السعودي أن يكون الأول في التطبيع مع السعودية. هذول الملفين اللي تعثروا عنده، لكن الرأي العام الإسرائيلي غير مشغول بهذول الملفين. الرأي العام الإسرائيلي أصبح مثل دوامة تبتلع كل شيء، يعني لا شيء يعني يشغل الرأي العام الإسرائيلي أكثر مما يشغله داخله الآن، وهذه ظاهرة غير مسبوقة. يشغله الوضع الاقتصادي اللي بدأ يتردى، الغلاء، التضخم المالي، يشغله هروب الأموال وتهديدات القيادات الاقتصادية أنه تسحب أموالها من البلاد، وهذا يعني صناعات الهايتك والتي تعتبر
يعني العربة التي تجر الاقتصاد الإسرائيلي إضافة إلى الصناعات العسكرية. فهناك تخوف كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي وقلق حقيقي يعني، وهذا لحد الآن مثل المظاهرات. لا يوجد هناك إمكانية لحل توافقي حاليا كما يبدو في الصراعات الموجودة، لأنه تجاوزت موضوع المطالب العينية في القوانين. وهناك كانت يعني مقترح من منح الشعب أطلق عليه من رئيس الدولة هرتسوك، الذي يتحدث عن حل توافقي ويحذر من حرب أهلية ومن انهيار يعني منظومة الدولة في الأمس قبل يومين. لكن هذا الحل التوافقي الذي تم صياغته مع أقرب المقربين من نتنياهو، من رون ديرمر، كان الأمريكان بيعرفوه أكيد، هل هو اليوم وزير الشؤون الاستراتيجية وهو وزير الخارجية الفعلي يعني في القضايا المهمة، هل هو الذي ذهب ليفاوض مع رئيس الدولة والتوصل إلى حل معقول، وخلال دقائق تم رفض هذا المنحة. لكن كان لافت أيضا أنه بعد هذا المقترح زاد العنف في الشوارع بشكل مخيف ضد المظاهرات، وبدأت عناصر من ميليشيات عسكرية، ميليشيات مسلحة وعصابات إرهابية تماما التي تعمل في مثل فتيان التلال في الضفة وغيرها، بدأ أشباههم يعملون في داخل الشوارع الإسرائيلية في الاعتداء على المتظاهرين، في ضرب قنابل صوتية، في ضرب رشهم بالغاز. وكما يبدو أن هذه السلاح الفتاك الذي تفكر به الصهيونية الدينية في قهر هذه المظاهرات، لأنه بالنسبة للصهيونية الدينية الحالمة بالسيطرة على الحكم في إسرائيل، وهي ليست مشروعا جديدا ونتحدث لاحقا، فهي ترى أن هذه فرصة أولى ولا تريدها أن تكون فرصة أخيرة في 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 حياتها السياسية الحاكمة، وترى بها نقطة انطلاق إلى ترأس الحكومة وإلى قيادة الدولة حسب عقيدتها، حسب عقيدتها دولة شريعة في نهاية المطاف، ولا تتحدث عن دولة مؤسسات بالمفهوم القائم اليوم. ولا من هون كان رد الفعل الألماني القوي جدا في المظاهرات. لكن هذه تهدد أيضا أنه في المرحلة القادمة كما يبدو المؤشرات تدل أنه هناك سيكون أكثر عنف، وقد يصل إلى حد الاغتيالات وإطلاق النار والاغتيالات السياسية. نتنياهو يعني في هذا الموضوع أصبح يعني في حالة أنه بدأت بوادر تتحدث في داخل الليكود أنه ممكن يكون عبء على الليكود نفسه، أن القيادات المستقبلية للليكود التي ترى نتنياهو في نهاية أو في خريف حقبته السياسية في المرحلة الأخيرة منها، قد يترك الليكود حزبا محطما، وقد يتركه بعد أن ابتزه أو رضخ الابتزاز الصهيونية الدينية حزبيها، يعني عثمة يهودية وصهيونية دتيت سموتريتش وبن غفير، الابتزازات لا تستطيع حتى الليكود أن يتحملها رغم أنه حزب يميني على حدود الفاشيين، وفي أقطاب يعني يتماثلون مع الصهيونية الدينية تماما مثل وزير القضاء، مثل روتمان هذا رئيس لجنة الدستور في الكنيست، وهؤلاء أيضا يسعون إلى أن يعني في صراع ورثي داخل الليكود بين تيارين، تيار أكثر التاريخ المعهود في داخل الليكود مثل إسرائيل كاتس مثل يولي إدلشتاين، وبين الطرف الآخر اللي هو يريف ليفين اللي هو وزير القضاء ورئيس لجنة الدستور روتمان. وهذا الصراع جدي في داخل الليكود. نتنياهو أصبح عمليا يخاف من هذا الصراع أكثر من غيره، لأنه هذا يهدد بشكل مباشر بقائه في السلطة الحاكمة أكثر حتى يمكن من المظاهرات. إقليميا هذه الحكومة باتت في ورطة كبيرة إقليميا ودوليا، يعني إذا بننظر لزيارات نتنياهو في أوروبا مؤخرا أو في زيارة سموتريتش في الولايات المتحدة، أولا يعني هذه كلها زيارات مبادرات إسرائيلية وليست دعوات، لم يدعو أحد نتنياهو
ولم تدعو الولايات المتحدة سموتريتش بتاتا، وإنما رفضت تتعامل معه واعتبروه شخصية غير مرغوب فيها. لكن في أوروبا الوضع حتى أصعب، لأنه اليسار الأوروبي وليس واليهود في أوروبا كما في الولايات المتحدة عمليون هم والإسرائيليين الموجودين في أوروبا يتظاهرون أكثر يعني من حتى من الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين، إن الموضوع الإسرائيلي الداخلي أصبح حارق. وأصبحت هذه القضية التغييرات الدستورية تلاحق نتنياهو أينما ذهب، تلاحقه في ألمانيا، تلاحقه في فرنسا، تلاحقه في مع الإدارة الأمريكية ممثلين اللي إجوا على البلاد، وتلاحقه في بريطانيا وفي كل مكان تقريبا ما عدا في إيطاليا ولا هنغاريا طبعا، لذول اللي بتماثلوا معه في حد كبير. وهذه يعني رجل السياسات الكبير تحول إلى رجل السياسة الداخلية الإسرائيلية المنشغل تماما بالقضايا الإسرائيلية الداخلية، ولا يستطيع أن يقود أي عمل يعني استراتيجي كبير في هيك انقسام. لا يمكن أن يكون يعني بدون التوافق الداخلي الإسرائيلي أو الإجماع اللي بسموه يعني مواجهة مع إيران أو مواجهة أو تطبيع مع السعودية حتى إذا بدنا بالشق الآخر. وهذا يبدو أنه عامل ضغط قوي جدا، وهذول متأثرين أيضا في الموقف الأمريكي كله يتأثر. يعني موقف الإمارات مثلا بعد موقف السعودية كان في إلغاء للزيارة، وكان في نوع من وفي تقارب مع إيران، في تحولات اللي عم بتصير التي عمليا بنى عليها نتنياهو استراتيجياته الكبرى في السنين الأخيرة، وإسرائيل بنت عليه ليس نتنياهو فحسب، وهي بدأت تنهار وتتفكك. يعني الحلف الإبراهيمي أو التحالف الإبراهيمي لم يعد بإمكانه حسب حتى التقديرات الإسرائيلية أن يكون تحالفا عسكريا ضد إيران، خاصة بعد التحول بالسعودية والإمارات حاليا وإمكانيات حل المشاكل في الصراعات في اليمن أو في لبنان وغيرها. وفي هناك وضع إقليمي جديد اعتبرته المؤسسة الأمنية إخفاق أمني، إخفاق استراتيجي وإخفاق استخباراتي في بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. حاول نتنياهو يبرر أنه لا، هذا كنا عارفين فيها في التحولات ما بين السعودية وإيران، لكن بيّن بسرعة كبيرة أنه ما كان يعرف فيها وكان هناك إخفاق. هناك إخفاقات أيضا في قضايا أصغر نسبيا، يعني إخفاق مثلا في موضوع العملية اللي حكيت عنها في مجده قبل أيام، اللي هي عملية لا زال يكتنفها الغموض لكنها أشغلت المؤسسة الأمنية العسكرية بشكل رهيب، واعتبرت إخفاق استخباراتي غير يعني مسبوق تقريبا في الحالة الإسرائيلية. إنه يجي شخص يوصل على يدخل 200 كيلومتر في داخل الحدود أو حوالي 100 كيلومتر تأسف ولا يشعرون به، ويكون هناك إمكانية لقيام بعمليات ووضع عبوات ناسفة. فهذا تحول، يعني تحول أولا لا يشغل إسرائيل فقط بالجانب الأدائي أو العمليات هنا، لكن يشغلها إنه حالة الردع تتآكل، وهذا أكثر يشغل المؤسسة الأمنية. يعني عملية ممكن، لكن إنه تتآكل حالة الردع بهذا الشكل، هذه قضية تخيف المؤسسة الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية بشكل كبير جدا ومؤسسات الأمن القومي. إسرائيل لا زالت في صدمة من موضوع إسرائيل الرسمية طبعا، لأنه الناس فعلا مش مشغولة فيها، في موضوع إعادة العلاقات الإيرانية السعودية، وهذا شأن اعتبروه كبير وشأن سوف يكون له تداعيات كبرى على الدور أو الدور المتوخى من إسرائيل أو الذي بنته لنفسها إقليميا. لن تكون أركان قيادة أركان إقليمية بدور مركزي لإسرائيل فيها. ستكون هناك صراعات مع إسرائيل على الملفات النووية، يعني السعودية معنية بالملف النووي، إذا السعودية كانت معنية مصر راح تكون معنية، وهذا عمليا يفقد إسرائيل أهم أداة ردع
بالنسبة لها تاريخيا. ومن هون الانتقادات الكبيرة لحكومة نتنياهو، إنه وين هذا الإخفاق، وين الإنجازات، وين إنه مشغول فقط في القضايا الداخلية ولا توجد استراتيجيات للدولة. الحكومة الحالية أثبتت إنه هي أضعف الحكومات إقليميا وليست أقواها، أكثرها سطوة فلسطينية. وهناك يعني استمرار عمليا حالات القتل اليومي، هي لم تبدأ في حكومة نتنياهو والصهيونية الدينية، بدأت في حكومة لبيد وبنت بشكل يومي، لكن الآن في هناك أكثر تصعيد وهناك أكثر خطورة. خطورة بمفهوم إنه في هناك من هو معني تماما في إشعال حرب، حتى لو بمستوى إنه يرتكب جريمة أو مزرة أو محرقة كما حدث في حوارة، وهو الصهيونية الدينية. أعتقد الشخص الأخطر في الحكومة هو ليس بن غفير، لأنه لا يخطط للمدى البعيد جدا، لكن الذي يخطط للمدى البعيد هو سموتريتش، وهو الذي هو الذي يعمل عمليا على مشروع الضم تطبيقه فعليا، وهو الذي يعمل عمليا على يعني تحويل الجيش إلى أداة لدى المستوطنين وليس بأي شكل بأي صيغة أخرى، ولا إخضاعه لمصالح لهذه المصالح، وهو ليس مكترثا لأي بعد دولي ولا لأي بعد يعني لا إقليمي ولا رأي عام، لا إسرائيلي ولا دولي. فهذا يعني وهو لديه العقيدة المتكاملة في هذا المستوى، وكتب عليها في السابق يعني مقالات في مجلات، مجلة اسمها شلوح، اللي بيحكي فيها عن عقيدته لازم تكون حرب بنهاية المطاف، حرب جوج ومجوج، وبيحكي يعني بهذا المصطلحات اللي تكون الحرب الأخيرة، ولديه هذه العقيدة، والتي على أساسها تكون أرض يعني دولة إسرائيل أو أرض إسرائيل الكبرى. فهذا عمليا بقناعة بأيديولوجيا وبأموال، يعني المشروع الصهيونية الدينية الجديد هذا اللي عم بيستولي على الحكم في إسرائيل، هو على الأقل يعود إلى عقدين من الزمن، إلى تمويل غير يعني بمعايير غير معروف في حتى في مفهوم الNGOs أو في مفهوم المؤسسات، من الجانب الأكثر محافظة أو شراسة في رأس مال اليهودي الأمريكي، الذي معني في هذه الخطوات أو المعني في هذه العقيدة، وأيضا من الأنجليين. وهناك تنظيمات يعني كل القوانين التي يتم تمريرها الآن في الكنيست هي قوانين صاغتها منظمة كوهيلت التي تتبع إلى هذا التيار، وبتمويل من شخصيات ومن أموال المعنية الأكثر عدوانية في داخل المجتمع اليهودي المحافظ الأمريكي، رغم الرأي العام اليهودي المختلف يمكن في أمريكا في هذا الصدد، لكنها تحصل على أموال من خلال صندوق اسمه تكفا، الأمل في العربي، الذي يقوم في تحويل الأموال وفي عمليا تبييض أو تقديم الإعفاءات، كأنه يأخذ أموال خيرية ويوزعها، وهي أموال تأتي لبناء البنية القانونية التي تسهل للصهيونية الدينية أن تسيطر وتسيطر عقيدتها وتسيطر على مؤسسات الدولة. فهذه المنظومة معنية في حرق الأمور، معنية في التصعيد، معنية حتى يعني تصريح سموتريتش بعد محرقة حوارة لم يكن صدفة، والهجوم على جالانت من الصقور الليكود لم يكن صدفة، لأنه أصدر أحكام إدارية على بعض الإرهابيين اليهود، وهي يعني وهو بذلك إلى نوعا ما حماهم من إمكانية محاكمتهم أو مطالبة إقضاءهم لشي محكمة دولية. فهذا عمليا الوضع القائم، من يرتكب محرقة حوارة وهناك ترحيب فيها في داخل أوساط يعني بن غفير وسموتريتش وحزبيهما، كبير ترحيب فيها، فهذا يعني تأكيد أنه موضوع نفسية الارتكاب المجزرة سواء في الحرم أو في غيرها ممكن تكون أداة لإشعال، أو في الأقصى المبارك
يكون لإشعال المنطقه من جديد. ارجع للعرب اقليميا فقط، اعتقادي انه هناك في قراءه خاطئه لاسرائيل وفلسطينيا. التحولات التي تجري في اسرائيل ليست تحولات يعني شكليه، انه مساله تنسيق امني ومساله تنسيق مواقف او مساله دور امني مصري او مساله دور امني اردني لحمايه الهدوء، وهذا ما ينعكس في اجتماع العقبه الذي تبخرت نتائجه بعد بيوم، وينعكس الان في اجتماع شرم الشيخ الذي سيكون يوم الاحد. اعتقادي انه من مفارقات، طبعا هذا ليس موقفا وانما تحليلا، انه ان دول الخليج تقرا اسرائيل افضل من الدول المجاوره، دول الحدود. يعني الدولة المصري لا يمكن أن يبقى أمنيا بالمفهوم التكتيكي، يعني الحفاظ على التهدئة والحفاظ، هون هي ليست مقاول تهدئة. والدولة الأردني مهدد، طب الأردن مهدد تماما، إذا في هناك ضم الأردن يعني كنظام مهدد كوطن بديل، مشروع الوطن بديل سيكون، وهناك يعني مخططات التطهير العرقي ومن داخل 48 بالساحل وفي النقب وباتجاه وسحب المواطن وغير ذلك. فالموضوع الإقليمي أعتقد أنه موقف الإمارات يعني اللي تراجع نوعا ما عن الاندفاع أو نحو حكومة نتنياهو الحالية، تركيبتها بسبب تركيبتها طبعا وليس بسبب موقف من إسرائيل، وأيضا الاتفاق السعودي الإيراني هو دليل أنه في هناك مصالح أكبر من أنه إسرائيل يعني تسيطر عليها في هذه المنطقة. وهذا وهناك قراءة أنه إسرائيل أضعف استراتيجيا في هذه المرحلة، وهذا ما لا يوجد فلسطينيا أيضا للأسف. يعني فلسطينيا لا يوجد مثلا قراءة لإمكانيات رؤية ما يحدث في إسرائيل فرصة في المستوى الماكرو فلسطينيا، فرصة دوليا، فرصة لاستغلالها في طرح الموضوع الفلسطيني، في الحماية، في اتخاذ قرارات في مجلس الأمن وتراجع عنها في نهاية المطاف. وهناك يعني حكومة قابلة في إسرائيل خاضعة للانتقاد والمساءلة، وهناك تفويت لكل فرصة مساءلتها. طبعا الأمريكان لن يسقطوا إسرائيل، وإدارة بايدن ستبقى هي الحامية مهما كانت الأمور، لأنها تحمي الدولة أكثر مما تحمي فقط نتنياهو. لكن لا استغلال فلسطيني سواء على مستوى المجتمع المدني، سواء على مستوى الإعلام والسوشيال ميديا وغيرها، لكن لا يوجد استغلال فلسطيني للفرصة التاريخية الموجودة اليوم. طب إسرائيل عم تفكر على الإجهاز على القضية الفلسطينية والقضاء على السلطة، مع أن القضاء على السلطة غير ممكن ولا أحد يريد أن يقضي عليه، لكن في بالإمكان تحييدها سياسيا طبعا، وفي بالإمكان تهميشها سياسيا حسب خطة سموتريتش التي يتبنيها نتنياهو طبعا. وهذه قضايا جوهرية يعني في 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 تفويت الفرصة التي يعني تعتبر إلى حد معين خطيئة أكثر من إنها خطأ في مفهوم السياسي، لأنه فرصة قد لا تعوض. لأنه إذا تغيرت بكرة الحكومة الإسرائيلية أو بعد سنة، سيكون التأييد الدولي إليها غير مألوف، سيكون التأييد الأمريكي والأوروبي والعربي الخليجي وغيره وكل الدول الأبرامية ستلتف حول الحكومة الجديدة الإسرائيلية، إن هاي أنقذتنا من ورطة بن كفير وسموتريتش. لكن هناك قوة يعني لدى هاي الأنظمة إنه تعاقب هذه الحكومة تسقطها اليوم. يعني لا يوجد أي مبرر إنه لا يتم بناء استراتيجية إضافية للمستوى الدولي عربية وفلسطينية لإسقاط هذه الحكومة. الحكومة ليست يعني ليس الفلسطينيين فقط مرتبطين في إسرائيل، وإنما إسرائيل مرتبطة في الفعل الفلسطيني سواء ميدانيا أو سواء يعني دبلوماسيا. وميدانيا هناك إخفاق إسرائيل، صح أن تقتل كل يوم،
وكل يوم ترتكب يعني أقرب إلى المجزرة الدامية المتواصلة. لكن هناك يعني واضح أنه لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية. صهيونية دينية معنية في إثارة القضية الفلسطينية لأنه معنية في استغلالها للتصعيد وللمحرقة وللمجزرة ولإشعال المنطقة. لكن إسرائيل ككل لا يمكن أن تتجاوز القضية الفلسطينية ولا يمكن يعني دائما ستكون مخفقة في هذا الموضوع حتى لو قتلت كل يوم. يعني هذا ثمن باهظ فلسطينيا وباهظ لأنه بسبب يعني بؤس الحالة الفصائلية والتحررية والسياسية العامة القيادية وغير القيادية الحقيقة الشاملة في غزة وفي رام الله في كله يعني. فهذا من هون بيطلع الثمن أغلى فلسطينيا بكثير مما أن كان يجب أن يكون. في واحد من الأهداف التي ممكن مهم الإشارة إليها في التغييرات الدستورية الإسرائيلية، وأنا بحاول أبدأ أنهي الأمور، هو أن إضعاف دولة المحكمة العليا سيتيح المجال عمليا لاحقا إلى سحب المواطنة أكثر من الفلسطيني 48. يعني تم اتخاذ قانون، تشريع قانون بتأييد كامل إجماع من الائتلاف والمعارضة الصهيونية طبعا مش العرب، اللي بدعوا إلى سحب مواطنة الأسرى السابقين واللي بأخذوا تمويل من السلطة الفلسطينية. لكن في القوانين الإسرائيلية هناك في سيرورة وليس فقط، يعني هذا القانون لا يتحدث عن 100 أسير يمكن، لكن السيرورة هي أن هذا المسعى يطور هذا القانون ويسري على مناطق في وادي عارة اللي هي محاذية للخط الأخضر التاريخي الذي لا يعرفه اليوم إلا الفلسطينيون، يعني الإسرائيليين لا يعترفون به ولا يريدونه، ولتطهير عرقي ولسحب مواطني. وهذا يسري أيضا على تطهير عرقي سياسي، أي منع أحزاب سياسية أن تدخل الانتخابات للكنيست العربية، وأيضا سحب إذا سحبت الجنسية من أي شريحة مجتمعية أو منطقة جغرافية عمليا لا تستطيع أن تشارك في الانتخابات في الكنيست. الناس طبعا خايفة، فلسطين 48 خايفين، في هناك تخوف يعني من الوضع القائم وغير مألوف أيضا، والاعتقاد أنه يكونوا الضحية الأولى في من هذه الإجراءات التي تتم، لأنهم الأكثر مستهدفين فعليا حتى لو الآن يعني مشهورين بعض المجتمع الإسرائيلي، لكن الأكثر استهدافا سيكون الفلسطيني 48. وهناك بنية كاملة من الميليشيات والحرس القومي وما إلى ذلك التي استطاعت أنه يعني ستكون أدوات فتاكة في القمع هذا الجمهور. هذا الجمهور أيضا منقسم إلى حد معين نوعا ما وليس تماما في مسألة الموقف من المظاهرات الإسرائيلية. يعني المعارضة الإسرائيلية بقيادة لابيد وغانز غير معنيون الفلسطينيين 48 يشاركوا، وغير معنيون قضية فلسطين تظهر، وغير معنيون أن قضية العنصرية تظهر. حتى رئيس الدولة اللي يعتبر يعني كأنه إنسان بده يحاول يتباهى بالرقي الأخلاقي الصهيوني يتحدث عن المجموعات الإسرائيلية والأقليات، يعني لا يذكر الفلسطينيين طبعا، يعني أقليات يعني اللي ممكن تكون دينية، ممكن تكون حسب النوع الاجتماعي أو حسب يعني مجموعات مختلفة، المهاجرين من مهاجري العمل، لكن الفلسطينيين تماما من لا يذكرهم بتاتا بتاتا بتاتا. وهذا تأكيد على أنه المسعى هو مسعى إلى حل يهودي داخلي من الطرفين الحقيقة في هذا المفهوم. فقد يكون أفضل المظاهرات أنه ما نشارك، لأنه إحنا بهذا المفهوم راح يستغلوا اليمين يعني أنه يهاجموا المظاهرات أكثر من كنتوا مؤيدين للإرهاب، وهذه المظاهرات ترفع علم فلسطين اللي أصبح علم يعني مدان إسرائيليا قانونيا في حسب إذا تم تمرير القانون نهائيا بالقراءة الأولى بعد القراءة الأولى. فهذا الجانب
ضروري، لأنه هذا يعني حين كانت القائمة المشتركة قبل بضع سنوات مع 15 عضو في الكنيست، عمليا شكلت كتلة يعني مؤزمة للحالة الإسرائيلية، ومنعت نتنياهو من الاستمرار في حكمه، فجرى يجري العمل على تفتيتها. ومن ناحية الصهيونية الدينية، من ناحية نتنياهو طبعا اشتغل كثير على تفتيتها، من ناحية الصهيونية الدينية هذه مجموعة يجب أن تكون خارج هذا المكان من ناحية عقيدة، ويمهدون إلى ذلك بشكل أو بآخر. وهذا عمليا يضمن حكم اليمين ويضمن تفوق الصهيونية الدينية حتى بين اليمين. باعتقادك فقط لتلخيص في هذه يعني المرحلة، إنه المعركة ليست محسومة بعد في إسرائيليا، المعركة قد تتحول إلى يعني أكثر تصعيدية تصعيدا وأكثر مواجهة وعنفا على مستوى المجتمع الإسرائيلي المشروخ تماما. وهناك طبعا محاولات ل يعني عرض سيناريوهات مختلفة، إنه يكون غانس محل الصهيونية الدينية وغيرها، لكن باعتقادي إنه الصهيونية الدينية قوية لدرجة اليوم إنها تقدر تمنع نتنياهو من اتخاذ هكذا موقف، على الأقل في هذه المرحلة ممكن تتغير الأمور، لأنه هي مسيطرة وهي تحدد جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية السياسي الأساسي. الأمور غير محسومة لكنها غير يعني معروف اتجاهها. باعتقادي في هذا الشرخ سيكون نتائج المستقبلية إما دكتاتورية فعلية، يعني نظام فاشي تماما وليس مقدمات لنظام فاشي، وإما هجرة كبيرة من داخل إسرائيل من الفئات الوسطى ومن الفئات العلمانية، ما يسمى إذا في حال انتصرت هذه الإصلاحات هذه الإجراءات، وإما أن تكون هناك صراعات مستدامة يعني تدميرية في داخل المجتمع الإسرائيلي، ليس معروفا أين ستصل، لكن بالتأكيد ستنشغل فيها إسرائيل سنوات طويلة في قضاياها الداخلية أكثر من قضاياها الخارجية، وهذه دوامة أصبحت تبتلع كل يعني نقاط القوة في هذه الدولة التي يعني مشغولة فيها حاليا. إقليميا فلسطينيا كمان دور، يعني إسرائيل أضعف مما كانت عليه استراتيجيا، لكن على النظام العربي إذا أراد أن يأخذ دورا على النظام الفلسطيني والفصائل الفلسطينية أن تعمل على استغلال هذه الفرصة التاريخية من أجل إسقاط هذه الحكومة. الحكومة ليست يعني مجرد تغيير نهج، وإنما حكومة ضم وتطبيق أرض إسرائيل الكبرى، وهذه الحكومة يجب أن تسقط. لا توجد بدائل طبعا لحكومة جيدة ولا بشائر، لكن هناك حالة إنه من الشعب الفلسطيني إنه يعزز قوته الداخلية، هذا لها هاي الأولوية أيضا، هذا يندرج على 48، وأن يعزز أيضا مطالبه دوليا، لأنه الساحة الإسرائيلية اليوم ليست مشغولة ولن تنشغل في قضية فلسطين إلا من أجل الإجهاز عليها. وشكرا. شكرا جزيلا لك أستاذ أمير مخول على هذه المعلومات المهمة وعلى هذا العرض الموضوعي فعلا، وما فيه أيضا من نقاط عديدة مهمة. طبعا أرجو من الذين مشاركين معنا إذا كان أرادوا السؤال أو تعليق أنه يستخدموا هذه صورة الكف الموجودة على صفحة زوم. لكن بودي أيضا نسمع من الدكتور غسان ربيز لاحقا، لأنه كتب مقال باللغة الإنجليزية أيضا كان مقالا مهما وفيه تعرض لكل ما هو بموضوع ندوة اليوم. لكن قبل ذلك أود أن أسألك سؤالين أو ثلاثة أسئلة. على فكرة أيضا اعتذر الأخ سعيد عراقات، اضطر يغادر، كان عنده سؤال وأرسل لي السؤال، أنت أجبت عنه. يعني كان السؤال عن فلسطيني الداخل وتأثيرات ما يحدث عليهم، أنت أجبت على هذه النقطة. وأيضا كان عنده السؤال الثاني عن احتمال أنه يعملوا يعني شيء من التنسيق أو التعاون مع ما هو يسمى التيار الليبرالي في إسرائيل، أيضا أنت أجبت على هذا السؤال. ما عندي أنا من سؤال لك هو له علاقة في كلام نشر نقلا عن
نتنياهو أو حكومته وبعض المسؤولين الإسرائيليين بأن هناك اتهام لأمريكا أن تمول المظاهرات الشعبية المضادة لنتنياهو، عن مدى صحة هذا الأمر؟ السؤال الثاني، أنت أشرت إلى احتمال التصعيد من خلال مزيد من عمليات القتل والإجرام في المناطق الفلسطينية المحتلة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الجانب الإيراني حسب ما فهمت منك أنك استبعدت إمكانية التصعيد في حكومة نتنياهو تجاه إيران للظروف الإقليمية التي شرحتها. هل ترى الأمر ينطبق على الحالتين اللبنانية والسورية، أن لا يكون هناك تصعيد أيضا من نتنياهو في الجبهة اللبنانية أكثر ما هو يعني معروف حتى الآن، أو حتى تحديدا في سوريا؟ هذا عندي لك سؤالين، إذا ممكن تجاوب عنهم ونرجع أرجو أسمع من دكتور غسان عن أيضا تعليقه على ما أنت عرضته. تفضل. طبعا نتنياهو اتهم الامريكان بشكل واضح، اتهم اداره بايدن ان هي تمول المظاهرات، وكما يبدو في هناك دعم، يعني الامريكان يعني لا يخفون ذلك ايضا، انه معنيين في انه اسقاط هذا النهج الحالي، ومعنيين انه المظاهرات تنجح ويدافعون عن المظاهرات، يعني مستشار الامن القومي الامريكي سيليفان والوزير الخارجية بلينكن نفسه تحدثوا عن المظاهرات والتقوا مع المتظاهرين، يعني مرتدين المظاهرات أو المعارضة ما يسمى. فالأمريكان بتصور مكشوف، لأنه الأمريكان يعتقدوا يعني على الأقل حسب التفسيرات الإسرائيلية أن هناك في شرخ في القيم، يعني إسرائيل يعني اليوم أكثر شيء مشترك مع إسرائيل غير الجانب الاستراتيجي هو القيم كما يعتبروا، أو الديمقراطية الإسرائيلية، ويخافون على ذلك، ويخافون أيضا على الإسرائيليين. يعني الأمريكان يقولون أنه يعني إضعاف المحكمة العليا سيجعل كل جندي عرضة أنه بشكل سري يطلع عليه دعوة من محكمة العدل الدولية لاستدعائه أو لاعتقاله. فهي شغلات يعني بتخوف الجيش أكثر من غيره. مثلا الأمريكان مشغولين بها أكثر، يعني وزير الدفاع الأمريكي تحدث في الموضوع، فهذا جانب يعني واضح أن الأمريكان اليوم بدعموا المعارضة. بعرفش قديش الأموال، ما في يعني حديث يعني على هذا الجانب، لكن الأمريكان أيضا مربوطين في الصناعات الهايتك الكثير اللي موجودة في إسرائيل، واللي أيضا عم تتململ أو بتهدد في الانسحاب منها. التصعيد الإيراني كما ذكرت أنا صحيح مستبعد. بالنسبة لسوريا ولبنان، أعتقد كان مهم قبل يومين تصريح جالانت بعد عملية مجدو، إنه كانت كل الإعلام الإسرائيلي أكد إنه هذا إنه حزب الله هو من يقف وراء العملية. الموقف الرسمي كان أكثر حذر، هل نفحص إمكانية أن يكون في هناك علاقة، وفي هناك احتمالات أخرى، بلشوا يحكون احتمالات أخرى. إسرائيل قد تكون معنية في يعني في من ناحية المبدأ، لكن لا تملك الآن قدرة على استفادة من حرب أوسع من حرب مع حماس أو حرب مع في الضفة، لأنه حرب في لبنان لا يعرفون كيف تنتهي، وهذا حالة رجع لا زالت قائمة، مقومات قائمة من 2006، وهذه ضرورة. يعني حتى نتنياهو مثلا تنجح قبل اتفاق الغاز لما كان في عصر حكومة لبيد أنه راح يلغي أو يراجع، ما عمل فيه شيء بتاتا، ولا يستطيع أن يعمل فيه شيء بتاتا، لأنه ما كان ممكن يقدر أن يعمل شيء فيه أكثر مما قام به لبيد. أعتقد الحلقة الأضعف قد تكون السورية حاليا، إلا إذا يعني كان في حل ضمن الاتفاق الإيراني السعودي بشأن سوريا وبشأن توافقات يعني بشأن لبنان. لبنان هو دولة نسبيا محصنة من إسرائيل نوعا ما، تخاف يعني في معادلة فعلية يعني، ويعتبرون إنه يعني المهم إنه ما يوصلوا لحالة حرب. طبعا عندهم جوزية وعندهم استعدادات عسكرية، لكن هذا لا يكفي، لأنه لا يضمنون نتائجها ولا مردودها السياسي عليهم. سوريا الوضع أضعف، وسوريا بعتقد أن سوريا حتواصل في هذه المرحلة ما يسمى المعركة بين الحروب، العقيدة اللي طوروها أنه كل مدة تضرب في منطقة معينة إلى حين تكون الموقف السوري مختلف،
لكن الموقف السوري حاليا يعني لا يستطيع أن يعني يردع إسرائيل حاليا، وهذا الوضع القائم استراتيجيا. ممكن بعد أشهر يكون تحولات بعد ما نرى نتائج التوافق. هذا التوافق مهم لأنه هذا ممكن يكون طائف جديد في لبنان سعودي إيراني هذه المرة، وممكن تكون في تطورات بشأن سوريا وإعادة وحدة سوريا. لكن حاليا لا أرى أنه إسرائيل حتغير نهجها ولا لا تزيد يعني من مستوى أو من إطار العدوانها، ولا أن تلغيه في هذا المثل، لأنه سهل المنال في المفهوم الإسرائيلي ولا يوجد فيه جيوس وإنه ضربات وتستوعب. شكرا. واسمع الآن من دكتور غسان ربيز من واشنطن، وبعد ذلك أرجو نسمع من معنا الأستاذ محمد سعيد الوافي مراسل فرنسا 24 بواشنطن، الأستاذ وليد كيلاني بتكساس، الأستاذ علي فطوم من ميشيغان، الأستاذ نعمان أبو عيسى بأيوا، ودكتور كمال خالد، دكتور وجيمن وآخرين. فمن أرجع نسمع منهم بعد ما نسمع من دكتور غسان. تفضل دكتور غسان. شكرا. أنا من الصعب علي أنه أترجم ما في مخيلتي الإنجليزي في اللغة الإنجليزية إلى العربية، لكن سأحاول. يعني المحاضرة اللي كتبتها من أسبوع هي حول تحليل العلاقة بين ثورة فلسطين، ثورة احتلال وثورة نظام سياسي. ما هي العلاقة بين تفتت المجتمع السياسي الإسرائيلي وبين ثورة الشعب الفلسطيني اللي بده يحاول أن يحرر نفسه؟ أنا أظن في المقال هاي حاولت إنه لاقي علاقة سببية، يعني it's not ثورتين يعني parallel، they are not parallel، موازين، هني coincidental، يعني they overlap، بس كمان في علاقة سببية، إنه أن ينشأ لمدة 55 سنة يستمر الأوكيوبيشن الاحتلال في هذا النظام، في سوسي، يعني في سوسي تؤثر على بناء الدولة الإسرائيلية. وبعدين حاولت إنه حلل النظام بناء الدولة state building يعني للدولة الإسرائيلية، وحاولت أنه أتوجه إلى ثلاث عناصر أساسية في بناء الدولة: التسرع في حول الديموغرافية، التسرع في حماية ديموغرافية الشعب الفلسطيني. هاي مشكلة حولتهم لبناء القنبلة الذرية، حولتهم أنه يشجعوا بناء الأسرة الإسرائيلية بسرعة، فاللي طلع أنه زيادة السكان كانوا معظمهم من الشعب الفقير أو اللي عنده عقلية دينية متطرفة، فهن هول من زعماء الثورة الكونستيتيوشنال، يعني عم بيثوروا على القانون تبعهم. والمشكلة يعني التسرع rapid development لأنه يحموا نفسهم من الكيان الديموغرافي الضعيف. بعدين النقطة الثانية كانت العلاقة بين إسرائيل وبين علاقة العمسام، يعني العمسام United States يعني ما أخذ دور أبوي لبناء الدولة الفلسطينية. طالما هالحماية المتطرفة للدولة الإسرائيلية على مدة سنوات من خلال UNSG United Nations Security Council وغيره، والدعم المادي والمعنوي والدبلوماسي، أخر التفكير الإسرائيلي وخلاه يصير غير واقعي في وجود حل سلمي والتعاطي مع القضية الفلسطينية. يعني وجود الأنكل سام، يعني الأمم المتحدة
العلاقة سيمبيوتيك يعني بالبيولوجي، يعني لما يكون عنصرين سيمبيوتيك يعني عضوية، علاقة عضوية مثل علاقة الأم بالطفل، فهي علاقة غير يعني باثولوجيكال غير طبيعية. هي فأخر من التطوير، ويعني في تطوير بناء الدولة الإسرائيلية. والعنصر الثالث هو التفكير الطائفي أو الديني في دخول علاقة الدين بالسياسة. ففكرة الشعب المختار وفكرة إنه الله هو يعني سبحانه وتعالى هو اللي كان الريال استيت ايجنت يعني لا 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 لبناء الدولة. فهي مشكلة أخرت من تفكير بناء في بناء الدولة الإسرائيلية. فالعناصر الثلاث يعني المواقف النفسية الدينية، علاقتهم بالولايات المتحدة، والتوتر أو السرعة في بناء مجتمع يعني إنجاب أولاد بدون تفكير بسرعة وبأخر يعني في بناء الدولة. فهالعناصر هاي بناء الدولة هي يعني لها علاقة باستمرار الاحتلال. وهناك نرجع للأول، علاقة مباشرة سببية، مش علاقة وقت يعني associational it is causal، العلاقة بين الثورة فلسطين الشعبية وثورة إسرائيل على نفسها على بناء الدولة. فهي أرجو أن أكون وصلت الأفكار الأساسية في هذا الموضوع. وصلت طبعا. أنا أرجو يعني من الذين وصلوا مقالك باللغة الإنجليزية أنه يطلعوا عليه، لأنه كان فعلا أيضا مقال مهم على موضوع ندوتنا اليوم. متميز. شكرا للدكتور غسان ربيز من واشنطن، وحنسمع من الأستاذ علي فطوم بميشيغان، الأستاذ نعمان أبو عيسى بأيوا، والأستاذ محمد السعيد من واشنطن. تفضل يا أستاذ علي. يعني دائما بطروحات وتحليلات أمير، دائما الواحد بيلاقي حاله قديش لازم ناس أكثر وأكثر تدخل في هذا المشروع. اللي أعطاه أمير كثير كثير مهم. بس عندي أنا سؤال استفساري ويمكن أكثر استهجاني أمير، بالنسبة للوضع الداخلي في 48، إنه بعد كل هذه المخاطر وهذه الأخطار اللي آتي من الخارج، هنالك عزوف وهنالك نوع من اللامبالاة في الشارع العربي، وخصوصاً على مستوى النخب اللي هي عملياً في كثير من الأحيان تكون نكبلة لنا، إنه نحن نسير في اتجاه موضع استثنائي خطير جدا. وخلال هذه الفترة نحن نتحدث على تقريبا 4 أشهر في هذه الحالة، إنه لا يوجد هنالك أي بوادر لانطلاق قيادات متكاملة وشاملة حتى تتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي. نرجع للأربع بالسبعينات، في منتصف السبعينات لما كان لجنة الدفاع عن الأراضي، وكان اللجنة هي حاوية لجميع المؤسسات وجميع الأحزاب والجميع في نظرة واحدة، نظرة شاملة للوضع. اليوم هذا غير موجود، يعني التفتت ما زال موجودا، والحركات السياسية تعمل في هذا الاتجاه. لا يوجد أي نوع من التحرك الجدي حتى نجمع الجميع تحت مظلة واحدة لقيادة مشتركة لكي تتعامل مع هذا الخطر الكبير. يعني هل انطباعي أنا شوي متشائم، أم أنه بالفعل هذا هو الوضع؟ وهل هناك إمكانية أن نخرج من هذا الوضع المزري؟ سؤال مهم، شكرا لك أستاذ علي. نسمع من الأستاذ نعمان أبو عيسى من أيوة. طبعا الأستاذ أمير مخول حيرجع يعمل تعليق ختامي على كل هذه الأسئلة أو التعليقات. فضل يا أستاذ نعمان. حب ركز على موضوع سوريا بالنسبة للقضية الفلسطينية. سوريا في بوادر تشير إلى العودة إلى الحضن العربي أو الجامعة العربية،
وتغير الوضع في الشرق الأوسط ووضع سوريا في الشرق الأوسط. ذكرت عن الاستراتيجية، هو من هو المسؤول عن وضع الاستراتيجيات؟ وهل التقارب السوري العربي والسوري الروسي والحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير مباشر على القضية الفلسطينية؟ وشكرا. شكرا يا أستاذ نعمان. نسمع الأستاذ محمد سعيد الوافي من واشنطن. أستاذ محمد تفضل، الميكروفون مقفل عندك. أخ محمد الميكروفون مقفل عندك. سمعني الآن؟ إيه نعم نسمعك، بس الصورة مش ظابطة. لا حبيبي بس دقيقة من فضلك. والله أنا مش فاهم. الآن زبطت؟ إذا عاوز لا موجود يا تفضل يا أخي صبحي. أولا أشكرك وأعتذر منك أنه أنا مقصر في الدخول معك أيام الجمعة وكذلك أيام الاثنين نظرا لانشغالاتي، وكمان لبأ تقدمني كمراسل لفرانس 24 لأنني قدمت استقالتي من هذه المؤسسة. والله ما عندي هذا شيء ما يسرني، إن شاء الله تكون أمورك. لا بالعكس بالعكس، هذا الشيء لازم يسرك كثير الحمد لله إلى حين قيام الساعة. يعني أنا سعيد جدا بهذا الشيء وأتمنى أنه لكل زمان أهله ورجاله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أشكر السيد المحاضر أو الأخ الذي أتحفنا بهذه المداخلة وهذا العرض القيم صراحة. أنا سأتناول الموضوع في عجالة إذا سمحت لي، ومن جانب ما يسمى بالريترو كوزواليتي أو الأسباب أو السببية الاستباقية المستقبلية في الماضي. نحن نعلم بأن كل شيء قائم ومحدد النتيجة بما في ذلك الدولة والكيانات، كل شيء قائم ومحدد النتيجة يكون استهلاك الزمن هو في انتظار تلك النتيجة. والحالة الإسرائيلية هي حالة قائمة على عوق وقائمة على عائق وقائمة على انعدام انسجام وقائمة على حالة مفرط فيها من اللا عدل واللا مساواة والاستخفاف بالإرادة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي ما نشاهده اليوم هو نتيجة نحن نعرفها لكن بدأت تقترب، وبالتالي بدأ نوع من إعادة ترتيب الأوراق في منطقة الشرق الأوسط بناء على طروحات جديدة تخالف إلى حد ما طروحات شيكاغو. أنت تعلم الفوضى الخلاقة ونظرية الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد. لذلك أظن أن عمل بناء قيادات في المنطقة جديدة وتحالفات إقليمية هو أمر يقتضي إلغاء فكرة الدولة الفرد أو الدولة اليونت أو الدولة الفردية، الانتقال من الفردانية في مفهوم الدولة الإقليمية إلى الدولة الإقليمية أو دولة الإقليم. وهذا يتعارض طبعا يتعارض كليا مع مفهوم الشوفينية التي يتمثل بها النظام الدولي حاليا والعودة إلى الدولة الوطنية. لكن رغم ذلك هناك حتميات اقتصادية فرضت وتفرض على إسرائيل أن تجد حلا لموقعها الإقليمي، وهذا الحل ما كان ليتم إلا بعدم انتخاب نتنياهو، ما كان ليتم إلا بعدم انتخاب دونالد ترامب، ما كان ليتم إلا بإيجاد رأي عام أو إفراز رأي عام وطني إسرائيلي داخلي قابل لفكرة التعايش مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وبين قوسين الشرقية، بين قوسين أقول. وكذلك هذا الأمر لن يتم، لا أقول ما كان ليتم ولكن لن يتم في ظل استمرار القيادات الفلسطينية في تبني نظرية الدولة الثورية
من مفهوم الدولة الثورية إلى دولة مؤسسات، أو دولة منظمة التحرير إلى دولة المؤسسات، والخروج من جاكيت أو الخروج من قميص اعتدنا عليه داخل التعاطي السياسي الفلسطيني الداخلي أو على المستوى الدولي. إذن نحن وإلى حد ما أمام إعادة خلط للأوراق في المنطقة، وربما وأكاد أؤكد على أنه الإدارة الأمريكية الحالية تنظر إلى ما يحدث في إسرائيل، سواء دعمتها أم لم تدعمها، سواء صدق نتنياهو في أن إدارة بايدن تدعم هذه الاحتجاجات، هذه الاحتجاجات هي مجرد واجهة لشيء أكبر يتم في المنطقة، أقول عنها أنه هو تحول نحو إيجاد صيغة إقليمية ترضي الولايات المتحدة، ترضي الطموح الاقتصادية للعديد من الكيانات العظمى أو الدول العظمى، ولا تترك إسرائيل كركيزة أساسية وحيدة وأوحد لتحقيق هذا المفهوم الإقليمي الشامل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك أخي محمد، ونتمنى لك التوفيق في أي عمل أنت فيه الآن. نسمع من الدكتور وجيه مندو والأستاذ وليد كيلاني. دكتور وجيه مندو بواشنطن والأستاذ وليد كيلاني في تكساس، والأخت عيسى عطروس من تونس دخلت الآن، فكان مشكلة فرق التوقيت يبدو أنه جعلها تعتقد ما زلنا في التوقيت الشتوي. طيب خلينا نبدأ معك دكتور وجيه وبعدين الأستاذ وليد. شكرا أخ صبحي، وشكرا للأستاذ أمير مخول على العرض المفصل عن الوضع الداخلي الإسرائيلي. كنت أتمنى لو أن ما يحدث داخل إسرائيل يستغل من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا، لكن للأسف السلطة تغط في نوم عميق وكأن الأمر لا يعنيها، بل بالعكس هي تساعد جيش الاحتلال على القيام بهذه المجازر اليومية التي نشاهدها داخل الأرض المحتلة، وأيضا سواء من العملاء المدسوسين في المجتمع الفلسطيني أو من خلال التنسيق الأمني المقدس لدى السلطة الفلسطينية. أما بالنسبة للدول العربية وخاصة المطبعة منها، فالأمر ربما يقلقهم ما يحدث داخل إسرائيل لأنها تكشف عوراتهم. ومع أني لا أعول كثيرا على ما يحدث داخل إسرائيل بالتأثير الإيجابي على القضية، فالدولة العميقة في إسرائيل وكذلك الشعب الإسرائيلي الصهيوني هم متعارضين صحيح داخليا، ولكن متحدين على قمع وإبادة الفلسطينيين وإنهاء القضية الفلسطينية. أنا لا يهمني ما يحدث داخل إسرائيل، ولكن يهمني ما يحدث في الدول العربية خارج إسرائيل والتي يهمها الأمر، والمفروض أن تنتهز هذه الفرصة لما يحدث لدعم القضية وإنهاء جرائم إسرائيل. وقال الشاعر: لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. وشكرا. شكرا لك دكتور وجيه مندو من واشنطن، ونسمع من الأستاذ وليد كيلاني من تكساس، ونختم مع الدكتور أمير عرفات من واشنطن. تفضل الأستاذ وليد. شكرا أستاذ نخول. في الواقع أنا استفدت الكثير من ما قال ومن أيضا التعليقات كمان. أقول إنه إسرائيل تعتمد على أكثر من شيء واحد، من ضمنها المساعدات السنوية اللي بتيجيها، من ضمنها الاستثمارات اللي بتيجي من أمريكا وغيرها، ودائما الاستثمارات يعني في شيء استثمارات لأغراض مقيدة، وفي استثمارات يعني مثلا شركات تكنولوجي وإلى آخره. كله الوضع في شيئين: أول شيء عدم الأمان اللي يبدو وصار واضح، اثنين الأوضاع العالمية، وثلاثة الدور اللي بتقول يوم في إسرائيل. ما تأثير كل هاي العوامل مجتمعة على الإحساس بالاستقرار في إسرائيل أو الهجرة من إسرائيل إلى خارجها، زي ما بيجي وبيطلعوا بيرجعوا، لأنه كل واحد عنده على الأقل جوازين سفر يعني إلا البعض القليل منهم. فشو تأثيرها هذه؟ لأنه دائما إحنا عارفين إنه إسرائيل لما بصير أي شيء كلهم بتجمعوا مع بعض
وممكن يختلفوا مع بعض لكن ممكن يردوا يتجمعوا. بس إلى أي حد هم بيؤمنوا إن يعني كمان في إشي جديد في أمريكا، وحتى يهود أمريكا الآن ينتقدوا إسرائيل للوضع اللي هي فيه، وممكن يصير question mark على المساعدات. فشو التوقعات يا أستاذ أمير في من الداخل، وكيف تحس بشعورهم ومدى شعورهم بالاستقرار أو عدمه؟ شكرا لك أستاذ وليد كيلان، وأرجو أنه يكون الأستاذ أمير عم يأخذ نوت بالكل هال. طيب نسمع من الدكتورة أميرة عرفات وطالبي الأستاذ عيسى عطروس أيضا الكلام. فتفضل يا دكتورة أميرة وبعدين نختم معك أستاذ عيسى. شكرا أستاذ صبحي. بالحقيقة ليس عندي أي سؤال أو تعليق سوى أن أقدم جزيل الشكر للأستاذ أمير على هذه المعلومات القيمة التي يعني تكلم عنها. ألف شكر. شكرا لك، بارك الله فيك، لأنه فعلا كانت معلومات مهمة سمعناها منه. أستاذة أرسي عطروس الختام عندك، أنت دخلتي أنا عارف بسبب التغيير التوقيت الصيفي في أمريكا دخلتي متأخرة ساعة، إن شاء الله رجع اسمعي اليوتيوب كما هو يتمنى على الجميع أن يرجع يسمعوا ما عرضوا من عرض مهم الأستاذ أمير. تفضلي. مساء الخير للجميع، فعلا أعتذر وأعتقد أني أضعت هذه المداخلة القيمة وسأطلع عليها لاحقا. بعجالة ودون تعطيل هناك ثلاث نقاط مهمة أود أن أطرحها. أنه القضية الفلسطينية اليوم تفرض نفسها لأنه هناك حكومة يمينية صهيونية متطرفة جعلت كل العالم يتحدث عن القضية الفلسطينية. المشكلة كيف يمكن أن نستثمر في ذلك، يعني مع هذا الزخم الانتفاضي للشباب في نابلس وجنين وغيره. أولا قضائيا مع الجنائية الدولية اليوم تمر 20 عاما على قضية الناشطة الأمريكية ريتشل كوري التي داستها يعني الجرافة الإسرائيلية، وهو حدث لا يريد الإعلام الإسرائيلي ولا الرأي العام الإسرائيلي ولا السلطات الإسرائيلية أن تتحدث عنه ولا أن تتحدث عن المجازر الأخرى اليومية. يعني المعركة القضائية بالدرجة الأولى والاستهداف الجنائية الدولية، ولكن المعركة الدبلوماسية وهي مهمة ومهمة جداً لأنه غياب تقريبا هذا الصوت الفلسطيني خلينا نقول في المعارك الكبرى والمعركة الإعلامية. وأنا أتأسف فعلا أنه لا أرى الإعلام العربي يجعل من عناوين القضية ومن أحداث القضية هي التي يفترض أن تكون في الصدارة وبشكل يومي، حتى معناتها تتركز في الأذهان في المجتمع الدولي في الرأي العام الدولي، حتى يدرك الغرب أن أموال الضرائب التي يدفعها هي التي تستعمل لقتل الأطفال في جنين، لقتل النساء، لقتل الصحفيين، لسرقة الأرض، للسطو. كل العملية ليست ببسيطة وليست سهلة، والعقليات لن تتغير غدا، ولكن يعني إذا استمرت الحملات وبشكل منظم وبشكل يعرف فيه يستثمر فيما يحدث من تحولات في العالم، لابد لهذا الرأي العالمي والرأي العام الدولي في الغرب أن يأتي يوم. وبدأت أصوات، بدنا نسمع مسؤولين في أوروبا، بدنا نسمع نواب في أوروبا في أمريكا يقولون ما هذا، هذه مجازر يجب أن تتوقف. سيأتي يوم يمتنع فيه النائب والرأي العام ودافع الضرائب في الغرب عن دفع الأموال حتى تستعمل لقتل الأبرياء. هذه المعارك الثلاثة يمكن أن نتحدث فيها مطولا، وهي تحتاج إرادة فعلية بالدرجة الأولى على الأقل من الإعلام العربي اللي كان يفترض على الأقل هذه قناة الجزيرة مثلا كان يفترض أن تكون صورة شيرين أبو عاقلة يوميا حاضرة، جريمة قتل محمد الدرة يوميا حاضرة، هكذا يعني تترسخ في الأذهان وهكذا تكون الجريمة ثابتة في العقول ولا تسقط بالتقادم، وبالتالي تمكن تدفع العقليات وتجبر هذا السياسيين صناع القرار على تغيير مواقفهم. ربما هذه قناعتي أنا، وأشكركم على رحابة الصدر. شكرا لك، وعلى دائما عندكم موقف مهم وطني قومي من القضية الفلسطينية. شكرا للأستاذ عيسى عطروس الكاتبة الصحفية. آسيا اسمي آسيا. آسيا عفوا أعرف ذلك، أعرف لا ليست بحاجة للتصحيح، أعذريني اليوم معلش. شكرا آسيا عطروس، وأمل إن شاء الله تكوني معنا دائما في كل الندوات. ما ننسى التوقيت الصيفي هذا في أمريكا بدأ من أسبوع، والأسبوع القادم
هيكون ايضا التوقيت الصيفي في امريكا، بينما المنطقه العربيه اعتقد ما زالت على التوقيت الشتوي. على كل ان شاء الله نشوفك معنا بكل الندوات القادمه. كلمه الختام، رمضان مبارك للجميع. رمضان مبارك للجميع. الله يبارك فيك. تم لك استاذ امير، ارجو بحدود ماكسيموم 10 دقائق يعني تعمل كل النقاط الممكنه الموجوده عندك. طيب شكرا كثير. يعني كثير من المداخلات كانت مواقف اللي استفيد منها وتحليلات كثير مهمه، فيعني مفيد لاثراء النقاش اكثر من ان اسئله. لكن مهم موضوع الديموغرافيا اللي اثاره الاستاذ غسان، انه موضوع الديموغرافيا فيه تحولات كبيره في المجتمع الاسرائيلي، وفعلا هي موضوع اللي غير شكل او وجه المجتمع. الديموغرافيا هي يعني اولا حجموها كثير بين الفلسطينيين، بالذات بين فلسطيني 48 بشكل مدروس ومنهجي وطويل الامد، وهناك تراجع دائم في تزايد الديموغرافي الفلسطيني مقارنة بالتصاعد في الولادة اليهودية. وفعلا هو بالأساس بين جمهور الأكثر محافظ، الأكثر تدينا والأكثر استيطانية، يعني بين تيارات اللي هي الدينية الحريدية، وبين تيار شاس اليهود الشرقيين، وبين تيار الصهيونية الدينية بشقيه سموتريتش وبن غفير. هناك تزداد الأعداد، وهذا تحول يعني لم يكن غريبا أو صدفة تماما، وإنما نتاج هذا أن حوالي واحد من كل خمس جنود من أصوات الجنود التي هي تأتي منعزلة عن أصوات الجمهور كانت إلى صالح بن غفير في الانتخابات الأخيرة، وهذا نسبة يعني لا تحظى بها الأحزاب المركزية أحيانا في هذا الشكل. وهذا دليل على الديموغرافيا من أين تأتي. طبعا الديموغرافيا بتولد صراعاتها، صراعات نخب جدية جدا في داخل المنظومة الصهيونية وداخل المجتمع الإسرائيلي. هناك صراعات بين الحريديين مثلا اليهود المتدينين المتزمتين وبين الصهيونية الدينية، لأنه بيعتبروها عم تحاول تأثر على جمهورهم وتزج به في الجيش وما إلى ذلك في لاحقا وصهينته. وهناك صراعات طبعا العلماني الديني الذي هو الشرخ الأكبر الذي تمثل في المظاهرات الحالية، مع أنه بدأت عناصر حتى من داخل المجتمع الاستيطاني تتظاهر، مثلا يعاز هندل اللي كان وزير من غلاة المستوطنين، يعني هو عائليا أيضا، والآن هو ضد نتنياهو ضد الانقلاب الذي يقوم به قضائيا. وطبعا هذا ينعكس أيضا على اليهود الأمريكان وموقفهم. فالنظام المجتمع الدولي أعتقد الأمريكان بالذات معنيين يدعموا النخب القديمة وليس النخب الجديدة، وهذا الصراع الأساسي، لأنه اختلاف في الوظيفة، اختلاف في القيم، اختلاف في المصالح وفي رؤية المستقبل وفي مفهوم الصناعة والتطور والتكنولوجيا وإلى ما إلى ذلك. فهذا يعني صراع جوهري، وهذا الصراع أيضا قد ينعكس في داخل الجيش. يعني الوحدات العسكرية التي بسموها عصبة يهودا في داخل، أو كتيبة يهودا التي تعمل في داخل الضفة الغربية، أغلبيتها من الجمهور الاستيطاني أو الجمهور الديني التي هي أكثر عداء للفلسطينيين من غير في حتى في مفهوم الجيش نفسه، في مفهوم التعامل العصابي أكثر من أنه كجيش نظامي في مع الفلسطينيين. فيما يخص يعني عدة أسئلة انطرحت في موضوع الإقليمي، في موضوع أوكرانيا وروسيا، أعتقد أنه متغير هام جدا فلسطينيا وعربيا هو التغير في النظام العالمي. وهناك يعني لا توجد قراءة، يعني هنا أيضا لحد معين موجود أكثر في دول الخليج اللي مربوطة أكثر في الصين يمكن، وهذا ليس أيضا موقف لأن مش من محبذي هذه الدول، لكن المثير أنه مثلا
طيب الولايات المتحدة ليست القطب الوحيد اليوم بعد أوكرانيا أو قبل أوكرانيا عمليا، هي بدأت تنسحب من المنطقة بشكل أو بآخر، تنتقل لأكثر إلى اتجاه الشرقي إلى المحيط الهندي والهادي لمواجهة الصين والنفوذ الصيني. لكن ما يميز أيضا النفوذ الصيني، وهذا يمكن مشكلة في إلغاء الدول المنفردة العربية، إن النفوذ الصيني قائم بالأساس على التعاون الثنائي وليس متعدد الأطراف. يعني حتى مع السعودية، حتى مع إيران، حتى مع الإمارات هناك تعاون كبير جدا، ومع إسرائيل في تعاون صيني لكن ثنائي وليس متعدد الأطراف. وهذا يختلف، يعني الإخفاق الإسرائيلي اللي على مستوى الإقليمي باعتقادي جاء لأنه ذهب إلى استراتيجية متعددة الأطراف، وإسرائيل تريد أن تضعف نفسها في محورها، وهذا في نقيض مع ما تطمح إليه دول عربية كبرى أو تريد أن تقود المنطقة مثل مصر أو السعودية وغيرها في الدول العربية، حتى بحكي عن دول التطبيع اللي مطبع مع إسرائيل. فهذا يعني نموذج جديد، القيادة الفلسطينية لا تناور على هذا الأساس، بعد تبني على النظام القديم، بعد تبني على الولايات المتحدة، صحيح تبني على الإدارة الأمريكية وعلى إقناع الإدارة الأمريكية، وكأن الموضوع هو إقناع ولا أو سوء تفاهم وليس موضوع صراع قوى. وما دامت لا تنتهج نهج صراع القوى، أعتقد أنه القضية الفلسطينية دائما ستخسر سياسيا على مستوى قيادي، هذا لا يمثل الشعب، والشعب سيدفع ثمنا أكبر، يعني أكثر أغلى في أرواحه وفي وضعيته بشكل عام. مثلا امبارح رئيس الشباك اللي ذكرته في البداية اللي حكى، بيحكي إنه يجب الأمل اليوم فيش إمكانية، هو بدافع عن السلطة الفلسطينية وعن التعاون معها، بيقول إنه إسرائيل عم تخطأ استراتيجيا في هذا الموضوع، ويقول إنه لا يوجد إمكانية اليوم إلا لإدارة الصراع إلى حين ولادة جيل فلسطيني جديد بعد ما نحسن أوضاعه الاقتصادية بشكل كبير. هذا النهج، طبعا النهج هذا استعماري في نهاية المطاف، اللي يريد أن يبني النخب الفلسطينية حتى تكون موائمة وملائمة لاستراتيجيته، لكن هذا يعني هذا غير مقبول أيضا اليوم في السياسة الإسرائيلية، لأن السياسة الإسرائيلية القائمة حاليا الحاكمة هي تريد إضعاف وإضعاف وإضعاف الطرف الفلسطيني، والطرف الفلسطيني يعود إلى نفس المواقع التي تريد إضعاف وضعيته، وبالذات المراهنة على الأمريكان والإسرائيليين التي في نهاية المطاف لا يمكن تصب في صالحه. بعتقد السلطة الفلسطينية غير قادرة أيضا تنهي موضوع التنسيق الأمني، لأنه جزء من وجوده من كيانيته هو التنسيق الأمني. يعني من هون يعني هذا المطلب غير وارد، لأنه بنيويا هي مبنية بهذا الشكل، ما لم تتحرر يعني تتحول لحركة تحرر وطني أو تستعيد حركة تحرر وطني دورها، سيبقى في هذا المأزق الرهيب فلسطينيا، والذي لا يدفع ثمنه إلا الشعب الفلسطيني. لو اعتمدت النظام العالم الجديد يعني متعدد الأطراف، أعتقد كانت وضعية الفلسطينيين أحسن حتى في المفاوضات مع الأمريكان، كان ممكن تتعزز أو مع الإسرائيليين، لكن لا يوجد رؤية فلسطينية للأسف بعيدة المدى. يوجد صراع قوى، يوجد صراع سلطة، يوجد صراع الورثة، لكن لا يوجد يعني رؤية فلسطينية، وهذا ينعكس على موضوع 48. 48 اليوم هي مجموعة مهمة جدا في الشعب الفلسطيني بسبب موقعها، لأنها تؤثر على السياسة الإسرائيلية، تؤثر على من يحكم في إسرائيل، تؤثر لها يعني قدرات في فهم إسرائيل يمكن أكثر من غيرها بسبب موقعها، يعني بهذا المفهوم مش بسبب يعني ذكائها. لكن أيضا في هناك كانت صدمة في هذه الانتخابات، كانت عدم قدرة لدى الأحزاب السياسية والحركات السياسية والهيئات الجامعة أنه تقرأ المستجدات، وهذا أتفق تماما مع تحليلك اللي هو لا أريد أن يعني أيأس، لكن ولا مجال يعني لطرف اليأس في هذه الحالة، لكن الوضع صعب دون شك. نجحت المؤسسة الصهيونية عنده يعني مشاريع تخلق مزاج
وليس تخلق رأي عام، يعني لا تؤثر على مواقف الناس، حتى الدعاية الصهيونية التي كانت يقوم فيها الليكود مثلا في الدعاية الانتخابية لم يكن للتأثير الناس غير موقفكم من إسرائيل أو غير موقفكم من فلسطين، وإنما قاطع الانتخابات بنهاية المطاف أو لا تصوتوا شو بدي يطلع لكم من هذه الأصوات. وهذا تحول يعني في تأثير على المزاج الفلسطيني الداخلي وإشغاله في موضوع زي الجريمة الداخلية، منظومة مسيطرة على الأمان الشخصي والأمان الجماعي، وتشغل الناس أكثر من موضوع الإسرائيلي الحقيقة بشكل عام بكثير بشكل عام. فالحالة يعني متردية جدا. الهجوم على فلسطين 48 هو من أخطر الحالات، يعني هناك من يفكر بنفسية أو في ذهنية نكبة جديدة، هناك من يفكر في تطهير عرقي فعلي مش يعني أنه شكلي، يعني 500 أمر هدم بيوت يصدر في يوم واحد مثلا في النقب، أو إزالة قرى بكاملها في المخططات الموجودة، وبناء قوى أمنية جديدة يعني ميليشيات جديدة رسمية تقوم بهذا الدور وليس حتى الشرطة العادية اللي الناس كانت متعودة عليها نوعا ما. وهناك نوع من السطوة وخطيرة جدا، والناس في حالة يعني تخوف كبير أو قلق كبير حول المستقبل، وأيضا الناس في حالة يعني إحباط من عدم القدرة على التأثير. يعني حتى لو اليوم بدنا نطرح موقفنا هناك إقصاء مضاعف لفلسطينيين 48، سواء من الحكومة التي ملزمة يعني في نهاية المطاف أن تقدم ميزانيات وغيرها تجاه كل المواطنين لكنها لا تقوم به الآن، والإقصاء الآخر هو من المعارضة بشكل واضح، يعني بشكل يعني حاد جدا، وانعكس في التصويتات في مواضيع معينة. المعارضة يعني ليست يعني معنية في أصلا في التوصل إلى حل، ولا معنية في ذكر هذا الموضوع لأنه سيؤثر عليها يعني يستخدموا نتنياهو ضدها، هذا اعتباراتها طبعا. المخرج باعتقادي أنه تبدأ مبادرات، هناك مبادرات يعني جدية عم تقوم ميدانيا، أن يس يوم الأرض مثلا في نهاية الشهر 30 الشهر مناسبة مهمة في تحدي موضوع أصلا منع العلم الفلسطيني، سيكون العلم الفلسطيني وفي مظاهرة وحدوية، ستكون مظاهرة في موضوع النكبة في مظاهرة مسيرة العودة. نتأمل أنه هي تعطي روح جديد لأن الناس أيضا كانت في خوف، وما لم نبدأ بالخطوات العملية ستبقى الناس في الإحباط، وهذا يعني الواقع الموجود. بتأمل أنه ننجح يعني، لكن لست متفائلا جدا في هذه المرحلة أن تكون في هناك تحول كبير، إلا إذا كانت هناك يعني قمع كبير وستخرج الناس بإراداتها الحرة وغير ولا بشكل غير منظم، وهذا ليس الشكل الأفضل لأنه ما دمنا غير منظمين ستنال منا إسرائيل أكثر وأكثر. فيما يخص الفلسطينيين طبعا هذه فرصة تاريخية أنا ذكرتها يمكن في البداية نفوتها، يعني لا إعلاميا فقط وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي نشيطة جدا الفلسطينية وغير الفلسطينية المتضامنة مع فلسطين، والدبلوماسية الفلسطينية بتعلق وين بأي بلد يعني ممكن تكون ناجحة وقوية، بالذات يعني في يمكن في جنيف في الأمم المتحدة شوي يعني في إلى حضور أكثر، ولا استثمار عمليا في للحالة الموجودة اليوم في مثلا في موضوع الحماية للشعب الفلسطيني، في موضوع توفير إنه المجتمع الدولي مسؤول عن وضع فلسطين اليوم، في نتنياهو اللي سافر على بريطانيا، طيب تحمل بريطانيا المسؤولية، يعني نحاول نحرجها بالمواقف وليس فقط تنشغل في المحكمة العليا الإسرائيلية وعدم المحكمة العليا الإسرائيلية، وأن تنشغل في قضية الجوهرية التي هي قضية فلسطين. لا يوجد استثمار من هذا النوع للأسف يعني، فيحتاج دائما إلى مبادرات المنظمات أو مؤسسات أو أفراد، لكن هذا كله لا يراكم أو عملية التراكم فيها بطيئة جدا وغير مضموني النتائج. مثلا في الولايات المتحدة اليوم في تحولات كبيرة في اليهود الأمريكان، تحولات في الحزب الديمقراطي لا نستغلها، لا يوجد استغلال سياسي فلسطيني، وهذا
جزء من بؤس الحال. يعني ما عندي إيش أضيف فيه يعني إلا يعني تأمل في إنه الناس تكون في هذا الدور، وفي الناس اللي تكون في دور قوي جدا، وبالذات المتواجدين في المهجر في الشتات الفلسطيني، وأيضا في داخل فلسطين ممن يتمكنون من التواصل مع هذه في إيصال ال الرسالة الفلسطينية. ضيق الوقت. تفضل يا معلش إذا كان عاوز تختم. أنا أعتقد إنه المستقبل بالنسبة لإسرائيل أيضا محبط بالمفهوم الصهيوني وليس بالمفهوم الفلسطيني. محبط بمفهوم إنه الفئات الوسطى الإسرائيلية والأغنياء واللي يعني لديهم إمكانيات مادية، وهذا بيرتبط بالديموغرافيا، وليس المدينين وليس الحريديم وليس المستوطنين إجمالا أو الصهيونية الدينية، هؤلاء ولا توجد لديهم عقيدة، يعني عقيدة أرض إسرائيل التي هي فوق كل شيء، هؤلاء قد تكون هناك هجرة في هذه الشرائح مستقبلا، وقد تتعزز كثيرا. يعني كمية الهجرة حتى إسه كبيرة، يعني اللي ظهروا ضد نتنياهو في برلين في أو في ضد سموتريتش في أمريكا، كثير منهم إسرائيليين ليس فقط يهود، وهذا دليل أن هاي الناس موجودة في هاي البلاد، يعني تملك أكثر من باسبورت أو جواز سفر أو مواطني، وهذه الفئات تشجع آخرين اليوم في الهجرة، كثير بتحدث عن الهجرة اليوم أكثر من السابق، غير وهجرة الأموال راح تلحقها هجرة سكان، هجرة ديموغرافية معينة طبعا من الفئات الوسطى أو الفئات اللي معنية تشتغل، مثلا سكروا مصانع تابعة للهايتك في إسرائيل نقلوها للبرتغال، بطلبوا من العمال ينقلوهم معهم للبرتغال، هذا يعني هجرة من هذه المطاف. هذه الفئات لديها القدرة أن تهاجر وقد تهاجر. الفئات الأكثر تطرفاً باعتقاد السبقة هنا تبقى ونواجهها يوميا. فيما يخص يعني الثورة الفلسطينية والثورة الإسرائيلية أو ما يعني الاستعارة، أعتقد أنه الثورة الفلسطينية اليوم في وضع أنه لا توجد، لا يمكن الحديث عن ثورة، يوجد عن ناس يعني منتقمة على الوضع وناس متمردة على الوضع، لكن لا يوجد للأسف ثورة، ولا يوجد حتى يعني حالة ثورية في الشعب الفلسطيني اليوم، نتيجة وضعه، نتيجة وضع السلطة، نتيجة وضع الفصائل، نتيجة الانقسام، نتيجة الجدار، نتيجة الانفصال الجغرافي، عدم وجود تكامل جغرافي. لكن باعتقادي أنه أكثر وأكثر في كل حالة بؤرية، يعني في بؤر عم بتكون، سواء في الشيخ جراح أو في جنين أو في نابلس، الشعب الفلسطيني عم بيلتف من جديد، حتى لو فيرتشوال يعني على وسائل التواصل الاجتماعي أو على المظاهرات من بعيد، لكن في هناك التفاف شعبي وحاضنة شعبية غير التي كانت في الانتفاضة الأولى والثانية، لكن هذا نوع من سيروج الشعب. أعتقد الإشي الأكيد يعني في هذا المجال إنه إسرائيل رغم كل الثمن الفلسطيني لن تنجح، حتى هذه الحكومة يعني رسالتها النقيضة إلى شعبها إنه هناك حدود لهذه القوة، يعني الأقصى القوة التي ممكن تستخدم الإرهابية تماما ضد الشعب الفلسطيني هي لا تأتي بنتائج، وهناك حتى تظاهرات كانت قبل مدة من ما يسمى التنظيم الإرهابي فتيان التلال المستوطنة الذي يقوم البؤر الاستيطاني في الضفة ضد سموتريتش وبن غفير، إنه لا يوجد أمان لما يحققوا المطلوب منهم أمنيا. طبعا هم لا يقصرون، يعني يسعون إلى أن يكون إرهابيين إلى أقصى حد، لكن هذا أيضا حدود القوة الإسرائيلية ربما يعتبرون من ذلك، وربما نحن أيضا نعتبر وأن نعرف أنه قضيتنا أقوى ونتنظم بشكل آخر شعبيا، ويكون حاضنة الشعبية فعلا شعبية، وتكون حاضنة دور السلطة وحماية الشعب وليس التنسيق في كيفية ضبطه. وشكرا لكم يعني. وشكرا لك أستاذ أمير، وأنت أشرت في الختام
إلى هناك انقسام فعلا حاصل خطير على المستوى الفلسطيني جغرافي وسياسي لكن رغم كل ذلك وجدنا منذ عامين هذا التلاحم بين الشعب الفلسطيني حينما حدث منذ سنتين انتفاضة في وقت واحد يعني من غزة إلى الضفة إلى القدس إلى أراضي 48 وأعتقد أنه هناك يعني فعلا متغيرات أنت أشرت إلى متغيرات دولية وأقليمية وعربية وأمل إن شاء الله أن تكون هناك متغيرات أيضا فلسطينية تعيد لحمة الشعب وتغيير واقع حال اللي هو موجود فيه لكن واضح تماما أنه ما هو يحدث من إجرام وقتل من قبل الإسرائيليين يقابل بمقاومة أيضا يعتز فيها كل إنسان فلسطيني وعربي يعني فهذا واقع حال. بدي أشير في النهاية أنه انضملنا مؤخرا الأستاذ معن بشور وهذا يعطي أيضا للأستاذة آسيا عتروس صديق لك في تأخر في الانضمام إلينا بسبب فرق يعني فأهلا فيك يا أستاذ معن وأمل إن شاء الله طبعا أنه ترجع تسمع اليوتيوب لأنه كانت فعلا ندوة مهمة ومعلومات مهمة سمعناها من الأستاذ أمير اليوم وإلا اللقاء يعني إن شاء الله. ما عندي شك أن الأستاذ أمير عنده شيء كتير يقوله وأنا بعتذر تأخرت أول شيء بسبب الوقت وثانيا كان عندي اجتماع فبعتذر وبحيي الأستاذ أمير وبحيي شكرا شعبنا في فلسطين. شكرا لك يا أستاذ معن وبدي أقول للأخت آسيا أنه اهتمامك بالقضية الفلسطينية يبدو سببه اسمك يعني أنت بتونس الأفريقية رغم ذلك اسمك آسيا فاهتمامك بالمشرق العربي وقضاياه وبالقضية الفلسطينية حريصة فيه على اسمك اللي يعبر عن الربط بين مشرق الأم ومغربها. إلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم وكل رمضان وأنتم بخير. رمضان كريم لكم جميعا وشكرا لك أستاذ أمير ولكل من شارك في الحديث أو في الاستماع أو لمن سيشاهد فيديو هذه الندوة لاحقا. شكرا على خير. إلى اللقاء إن شاء الله.